السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم. أتمنى أن تقوموا بالاشتراك معنا في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو سنعرف سويا مشكل فصل الضغط بفاصل الضغط المنخفض بريسوستا بي بي دو ريغيلاسيون. لاحظوا معي هنا انخفاض الضغط إلى 0.3، ويفصل الضغط لغرفة التجميد بفاصل الضغط المنخفض. لاحظوا هذه هي فاصل الضغط. سنقوم بفرساج مانيال بإدخال الضغط يدويا للتأكد من أنه هو الذي يقوم بفصل الضغط. لاحظوا الآن يستمر الضغط بالشغال لمدة أكبر وانخفاضه إلى حدود مثلا صفر فقط، وأفصل الضغط يدويا لكي لا يقوم بخفض الضغط أكثر من صفر وتفادي دخول الهواء إلى المنظومة. إذا سأقوم بترك الضغط ليتوقف. لاحظوا معي انخفاض الضغط رغم أن الترموستات أعطيت إذن للصمام الكهربائي. إذا الإلكتروفانت خط السائل يصله الكهرباء. لاحظوا تكون مجال مغناطيسي يعني يصل الكهرباء لهذه الصمام. لاحظوا معي تكون الجبر الثلج مع بعدها الصمام الكهربائي الناتج عن بوشاج بارتيال، يعني هناك انسداد جزئي في هذا الصمام هو الذي سبب انخفاض الضغط السحب وفصل المنظومة أو الضغط بفاصل الضغط المنخفض. إذن يجب أن نقوم بفتح أولا هذا الصمام للتأكد من عدم وجود أوساخ الذي سببت هذا البوشاج. إذا لم يكن هو هذا الناتج عن أوساخ سنقوم بتبديل هذا الصمام كليا. هذا العطب أو هذا المشكل نجده كثيرا، اتساخ الصمام أو فيه مشكل أدى إلى هذا البوشاج. إذا سنقوم بفتحه. لاحظوا معي قمنا بفتح الصمام الكهربائي إلكتروفان وعدم وجود عفوا الأوساخ، لكن في عناصر الميكانيزم خاص به، يعني العناصر الذي من خلاله يفتح أو يغلق هذا الصمام فيه تشوه. لاحظوا تشوه، هذا التشوه هو السبب في عدم سماح الصمام الكهربائي بمرور الفريون إلى أو السائل إلى المبخر بشكل جيد، وأدى إلى خفض الضغط وفصل الضغط بمفتاح الضغط المنخفض. إذن تحياتي لكم وإلى اللقاء في فيديو جديد.